احنا عندنا نوعين بين النيومونيا، عندنا نوعين من النيومونيا. في نوع اسمه برونكو نيومونيا، النوع اللي على الشمال ده اسمه برونكو نيومونيا، والنوع اللي على اليمين اسمه ايه؟ لوبر نيومونيا. شايفين يا اولاد الرسمه فيها ملحوظه قبل ما نقرا؟ ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ تعال خد ورقه. فيها ملحوظه البرونكو نيومونيا نلاقيها زي ما انتم شايفين كده، بسميها ايه؟ باتشز. شوف نقط يعني ايه؟ برونكو، برونكاي او برانش منها، والالفيولاي اللي حواليها. فتبص تلاقي ايه؟ واحده هنا، واحده هنا، واحده هنا، واحده هنا. اللوبر نيومونيا من اسمها افكت ايه يا ولاد؟ وان لوب، كله برونكاي والفيولاي كله. خلاص، يبقى دي باتشي، خد بالك، دي ديفيوز. مكتوب الكلام ده كله في الجدول، كان نقوله يعني. برضه نشوف هنا اللوبر اهي، شوف تاخد ايه؟ يعني لو خدت البرونكاي دي تاخدها كلها، اتفقنا؟ البرونكونيومونيا شوف حتت معينه، ما خدتش الفص كله، ما خدتش اليونت كلها، دي ودي لكن دول سلام، مثلا دي ودي ودي لكن دول سلام، وهكذا. شوف ده الفرق بين البرونكونيومونيا واللوبر نيومونيا، واحده باتش يا اولاد خلاص، والثانيه ايه؟ ديفيوز. طب انذر ديفرنس، جدول كبير مش لازم يجي لك الجدول كله، ممكن يجي لك اجزاء منه. الكوز البرونكونيومونيا استاف ستريبت نيومو و اتش انفلونزا، دول اشهر الاورجانيزم. اللوبر نيومونيا نيومو كوكاي اشهر برضه. طيب غيره التايبس باتشي اهي، ده مهم جدا. وباتشي ايه كمان؟ سفرتيف، يعني بيعمل صديد. سفرتيف يعني يعمل صديد. الثانيه ديفيوز وفيبرنس، اهم كلمتين في الموضوع، واحده باتشي وسفرتيف، الثانيه ديفيوز وفيبرنس. فيبرنس ده نون سفرتيف على فكره، اتفقنا؟ طيب الريسك فاكتورز، البرونكونيومونيا تيجي للاكستريمز اوف ايج. يعني ايه اكستريمز اوف ايج؟ يا صغيرين قوي يا كبار قوي. اكستريمز اوف ايج، انفانسي اند اولد ايج. انفانسي يعني ايه؟ حديث الولاده او الاولد ايج. طب لو التشيلدرن، تيجي البرونكونيومونيا بعد مرض تاني زي ايه؟ زي الميسلز. ميسلز يعني ايه؟ الحصبه. اوبن كاف فيروس انفكشن كده اسمه السعال الديكي. جاسترونترايتس، النزلات المعويه. يبقى خد بالك البرونكونيومونيا تيجي الواحد عنده مرض تاني. طب لو كان كبير في السن تيجي بعد ايه؟ تيجي بعد دايابيتس، او يعني مع دايابيتس، او تيجي مع مالجننت تيومر، او تيجي مع هارت فيلير. يبقى البرونكونيومونيا لازم يكون الشخص مصاب بحاجه تانيه. اللوبر نيومونيا بقى اللي بتجي لنا احنا، مش لازم اكون مصاب ولا حاجه، ها؟ فبنقول ايه بقى؟ فولوز لور اوف ذا ريزيستنس، زي الاكسبوشر للكولد او فتيك عادي، مذاكره بتاع مش عارف ايه الحاجات دي. يبقى البرونكو نيومونيا محتاجه مرض عشان تيجي بعديه، اما اللوبر نيومونيا محتاجه اخف شويه عشان تيجي. الجروس والمايكروسكوبك، احنا قلنا الرئه في الحالتين يا شباب هيبقى فيها طبعا انفلاماتوري سيلز واكسوديت و و و و. فالبرونكونيومونيا هنا هيفي دارك ريد مالتيبل باتشز اوف كونسوليديشن. باتشز، كلمه باتش دي كلمه مهمه قوي. كلمه كونسوليديشن يعني ايه؟ يعني فيرمنس هاردنينج، اللي هو اللنج بدل ما هي سبونجي بتبقى زي الليفر. فكلمه كونسوليديشن يعني مور فيرم مور هارد. Of variable size scattered all over the lung. ده البروس بتاعها يعني ايه؟ بسيط قوي. لكن اللوبر نيومونيا بقى ساعات يجي لك سؤال لوحده. شوفوا يا اولاد اللنج، دي اللنج السليمه مثلا، شوف الحته دي بقت عامله ازاي؟ اهو ده اللي انا بقول عليه الكونسوليديشن. شوف بتبقى شبه الليفر،
فكلمة consolidation liver like بتبقى more hard more firm من الكونزيشن ومن الاكسوديت ومن برضه نفس الكلام اللوب ده شكله كده ايه؟ عامل زي الكبش خلاص؟ اهي دي كلمه كونسوليديشن، شوف ده منظره غير اللوب ده خالص. فكلمه كونسوليديشن اهي. بالنسبه للوبر نيمونيا بقى البروس بتاعها ستيجز يا شباب. ستيج 1 اسمه ستيج اوف كونزيشن، من اسمه هيبقى اللوب ريد وفي اديما. بعد كده هيباتايزيشن، شوف برضه ليفر لايك اهي، هيباتايزيشن زي كلمه كونسوليديشن بس ريد هيباتايزيشن. الالفيولاي فيها ار بي سيز وفايبرين، فايبرين ده اللي احنا قلناه فوق فيبرنس انفلاميشن. الالفيولار كابيلاريز كونجستد واللنج مالها فيرم ليفر لايك. يبقى احنا في الستيج الاولاني كان في دمويه فقط ار بي سيز واديما. الستيج الثاني ار بي سيز واديما اضاف ليهم فايبرين. الستيج الثالث، الستيج الثالث خلاص هنشيل الار بي سيز والخلايا ويفضل لنا الفايبرين، فبسميه ايه؟ جراي هيباتايزيشن. الار بي سيز ديسابير، الفايبر اكسوديت جيف ذا لانج جراي ابييرنس. والالفيولار كابيلاري تيك. ستيج اوف ريزوليوشن، على فكره اللوبر نيومونيا من الانفلاميشن القليل القليل اللي ما بيحصلش يا اولاد دامج وريبليسمنت. نفس الالفيولاي بيتشال منها الاكسوديت والانفلاماتوري سيلز وترجع زي ما هي. يعني الانفلاميشن مش بيدمر الالفيولاي ونستبدلها اللي بسميه ريجنريشن، لا، ده نفس الالفيولاي بشيل منها الانفلاماتوري اكسوديت والانفلاماتوري سيلز وتفضل زي ما هي. النوع ده من الشفاء اسمه ريزوليوشن. ريزوليوشن يعني ايه يا اولاد؟ شفاء دون استبدال. ما بتستبدلش. يعني مش الالفيولاي بتتكسر وتيجي غيرها، هي هي نفسها بشيل منها الاكسوديت والانفلاماتوري سيلز. فكلمه ريزوليوشن يعني هيلينج وذاوت ريبليسمنت، هي هي نفسها بتخف. بالنسبه للميكروسكوب عندي نفس الديفرنس اللي قلناها فوق، هتبص تلاقي الموضوع متكرر. هنا سبراتيف اكسوديت البرونكونيومونيا سبراتيف انفلاميشن. يملا ايه؟ يملا ايه؟ يملا البرونكاي والبرونكيولز والالفيولاي، من اسمها برونكونيومونيا. برونكو نيومونيا، برونكو يعني برونكاي وبرونكيول، نيومونيا يعني الفيولاي، فهنا في برونكاي وبرونكيول والفيولاي. الابيثيليوم ديسترويد، برونكيال وول انفلتريتد مينلي البوليمورف اللي هي السبراتيف والباسيلز و و و، فاسكولار كونجيشن وانترستيشيال هيموريج. انترستيشيال هيموريج ده بيفكرني بالفيرال نيومونيا. طب امال اللوبر نيومونيا بقى؟ filled with inflammatory cells RBCs وفايبرين. ما تقولش هنا نيوتروفيل، ما تقولش نيوتروفيل، قول inflammatory cells وخلاص، ما تقولش نيوتروفيل. في RBCs وفي فايبرين. الالفير وول thickened والكابيلاري dilated والبلورا inflammation of the بلورا يا اولاد بسميه فلاريزي. inflammation of the بلورا بسميه ايه؟ فلاريزي. الجدول ده برضه بيوريني كده ملخص لاهم حاجه لوبر واللوبيولر دي اللي هي البرونكو. يونج اند ادلت اللي هي ايه يا اولاد؟ اكستريمز اوف ايج. خلاص اهي البرونكو نيومونيا تطلع في الاكستريمز اوف ايج، لكن هنا تطلع في اي سن اللوبر. نيوموكوكاي هنا قلنا ستاف ستريبت نيومو اتش انفلونزا، فكاتب لك ميكسد اورجانيزم. ديفيوز مهمه جدا. باتشي فيبرنس انفلاميشن سبراتيف انفلاميشن. علم بقى الكلام ده عندك لان هي دي الكي ووردز اللي اللي بنشوفها في الدرس. دي ديفيوز تي باتشي فيبرنس سبراتيف نيوموكوكاي مينلي هنا ميكسد اكستريمز اوف ايج هنا اي ايج؟ اللوبيولار اللي هي البرونكولي خدوا بالكم برضو يا اولاد هنا اللوبر نيومونيا بتهيل باي ريزوليوشن لكن البرونكو نيومونيا ممكن يحصل معاها كومبليكيشنز اكتر زي ما هنقول الكومبليكيشنز دلوقتي. الكومبليكيشنز بقى للاثنين لكن خد بالك انها ايه مع البرونكو نيومونيا اكتر.
الكومبليكيشن سواء برونكو او لوبر، بس دايما البرونكو نيومونيا الكومبليكيشنز بتاعتها اكتر لانها سبراتيف خلاص وفيها بس زي ما قلنا، حتى تطلع في مرضى عندهم another complication فبتلاقي ايه الكومبليكيشن اكتر. نمره واحد تعمل لانج ابسس، كاتب لك اهو مور وذ برونكو نيومونيا. ليه مور وذ برونكو نيومونيا يا اولاد؟ عشان سفرتي، عشان سفرتي بيعمل ابسس. طيب امبايما، يعني ايه كلمه امبايما؟ امبايما يعني بس ان ذا بلورا، برضو مع البرونكو نيومونيا اكيد اكتر. بيريكاردايتس يعني ايه يا شباب؟ بيريكاردايتس مفهومه انفلاميشن اوف ذا تشيكارديا، خلاص سبريد اوف انفكشن بالبريكارديوم. اورجانيزيشن خدناها المره اللي فاتت اللي هو فايبروزس، كلمه اورجانيزيشن معناها هيلينج باث وبرضو اكتر مع البرونكو نيومونيا. كل الكلام ده يحصل مع اللوبر على فكره بس ريج، لكن اكتر الكومبليكيشن دي مع البرونكو نيومونيا. توكسيميا، بلاد ديسيمينيشن وابسس فورميشن اللي هي البايميا، تعمل الصديد ينتشر ويروح في مالتيبل اورجانز، يعمل ابسسز ان ديفرنت اورجانز، كيدني سبلين برين. البكتيريا ممكن توصل للقلب تعمل بكتيريا الميوكاردايتس. نمره سبعه ودرسنا اللي بعد كده اللي هو برونكيكتسز. يعني ايه برونكيكتس يا اولاد؟ هناخدها حالا. شوفوا دي منظر للوبر نيومونيا، الاشكال الدائريه دي يا شباب، السلايد ده كنا خدناه في 3-1. الاشكال الدائريه دي هي الالفيولاري، وطبعا هنا مليانه انفلاماتوري سيلز. النقط اللي انت شايفها دي انفلاماتوري سيلز. دي ايه يا شباب؟ دي بلد. دي البلورا، والبلورا في اللوبر نيومونيا بيبقى فيها ايه؟ كليرزي. اتفقنا البلورا ثيك قوي وفيها كليرزي. دي البرونكو نيومونيا مش واضحه قوي، لكن المفروض ان انا الاقي النيوتروفيل هي اكتر خليه لانها احنا قلنا سبراتيف. تعالوا بقى ناخد البرونكيكتسز. يعني ايه كلمه برونكيكتسز؟ تعالوا نشوف من الديفينيشن ومن الاسم نربط بعض الحاجات. اولا برونك يعني ايه؟ برونكاي، يعني ده مرض في البرونكاي مش في الالفيولاي. اتفقنا؟ يعني فوق برونك كده اكتب برونكاي. خلاص يعني مع عديت حته في النيومونيا، انا هنا في سبيس اكبر شويه، البرونكاي والبرونكيولز او مين البرونكاي كمان. كلمه اكتاسيس او اكتيزيا يعني ايه؟ دايلاتيشن. يبقى انا من العنوان بعرف موضوعين مهمين، انها لارج برونكاي او لارج اير سبيس، ماليش دعوه بالالفيولاي. نمره اثنين انها في موضوع في دايلاتيشن. كلمه اكتيزيا او اكتاسيس يعني دايلاتيشن. ديفينيشن مهم جدا عندي، كرونيك سابراتيف انفكشن. سابراتيف دي شبه البرونكونيومونيا، في حاجات سابراتيف وحاجات لا، وانت ماشي في الريسبيراتوري الامراض شبه بعضها، كل واحد ايه؟ ها لما بيجي كيس كمان في الريسبيراتوري فكل واحد ليه حاجه. هنا سابراتيف، البرونكونيومونيا سابراتيف. الدرس بتاع المره اللي فاتت ما كانش فيه سابراتيف خالص، الدرس بتاع المره اللي فاتت كان ايه؟ كان برونكيال ازمه وما كانش فيه سابراتيف. طيب كرونيك سابراتيف انفكشن اوف برونكاي اند برونكيولز، بس ايه بقى معاهم؟ سابراتيف انفكشن فيهم صديد، ايه كمان غير الصديد بقى؟ ها؟ انلارجمنت اوف برونكاي وبرونكيول، يعني بيبقوا واسعين. خلاص برونكيكتسز. اتفقنا؟ لما اقول لك برونكيكتسز يعني ايه؟ سابراتيف دايلاتيشن، ما تنساش. كلينيكالي كرونيك كاف سبيوتم. سبيوتم يعني ايه يا اولاد؟ الريسبيراتوري سكريشن، ها لما تكح كده وتطلع ايه ميوكس او شورتنس اوف بريث. وممكن تعمل هيموكتسيز. يعني ايه كلمه هيموكتسيز؟ كح دم. كح دم كف اوف بلاد. الكوزز ايه اللي يخلي واحد عنده البرونكاي تبقى دايليتد ومليانه صديد؟ ما هي دي البرونكيكتسيز، دايليتد ومليانه صديد. نمره واحد اكوايرد. اكوايرد يعني انا ما كانش عندي وخدتها. النيومونيا انواعها ممكن تعمل، خدت ايه معلش؟ خدت المرض يعني اقوى، مش كونجنتال، مش مولود بيه. ايوه مش مولود بيه. كلمه اقوى يعني مكتسب، يعني انا كنت سليم وجالي المرض. يعني هتلاقي نمره اثنين كونجنتال عنده حاجه
ها منذ الولاده مخليها كده. النيومونيا تعمل المرض ده. التيوبركلوزس انهيل فورين بودي برونكيال تيومرز. عارفين كل ده يا اولاد هيلعب على ايه؟ يعني التيوبركلوزس يعمل ايه؟ انهيل فورين بودي يعمل ايه؟ برونكيال تيومر يعمل ايه؟ كل دول لو فكرت هتلاقيهم يعملوا ايه؟ اوبستراكشن. حاجه تعمل ايه؟ اوبستراكشن. خلاص؟ الاوبستراكشن يعني يعمل لي ايه في الجهاز التنفسي؟ حته بقت اوبستراكت بتعمل لي ايه؟ انسداد. يعمل لي ايه؟ ريتينشن اوف الهواء سكريشن. مش المفروض ان انا اكح لو واحد عنده ها؟ لا مش ايه؟ ها؟ مش المفروض ان انا اكح واطلع سكريشن؟ لما يبقى في ريتينشن اوف سكريشن يحصل ايه بسببه؟ سوول انفكشن. خد بالك البرونكيال اوبستراكشن يعمل ايه؟ ريتينشن اوف سكريشن. الريتينشن اوف سكريشن يعمل ايه؟ انفكشن. الانفكشن يعمل ايه؟ فايبروزس. وتبص تلاقي المريض دخل منك في حلقه. يبقى لو انا جمعت كل دول يا اولاد سواء التوبركلوزس او انهيلد فورين بودي او برونكيال تيومرز هتلاقيها بتلعب على نقطه الاوبستراكشن. بتعمل اوبستراكشن اوف اير ويز. الاوبستراكشن تعمل ستاجنيشن اوف سبيوتم او سكريشن. ستاجنيت السكريشن يعمل انفكشن وهكذا. نمره 2 كونجينيتال. كونجينيتال بقى يعني ايه؟ طفل مولود عنده قابليه ل دايلاتيشن وساتوريشن اوف البرونكاي. طفل من اول لما اتولد وهو عنده قابليه للدايلاتيشن والساتوريشن. عندي سندروم اسمه كارتاجنر. كارتاجنر يا ولاد ده انت عارف ايه الكارتاجنر ده؟ السيليا. السيليا دي فايدتها ايه؟ بتطلع الفورين بوديز وتطلع الدست خلاص وتمشي السكريشن. فعنده ها عنده ابنورمال سيليا موتيليتي. لو تلاحظ برضه هتعمل ريتينشن اوف سكريشن. في عندي حاجه ثانيه اسمها سيستيك فايبروزس. ده شخص مولود عنده قابليه للدايلاتيشن في اكتر من حته في جسمه. تلاقي في البنكرياس، تلاقي في الليف، يعني السيستيك فايبروزس ده تلاقي عنده حويصلات او اكياس او دايلاتيشن في مالتيبل اورجنز. ده السيستيك فايبروزس ده بيأفكت الفلورايد ايون ترانسبورت. يبقى يا اولاد انا بتكلم على مريض عنده دايليتد برونكاي، مش بس دايليتد وفيها صديد. الشخص ده حصل له نوع من انواع الاوبستراكشن والانفكشن. الاوبستراكشن اما كان اكوايرد بعد نيومونيا او تي بي او فورين بودي او تيومرز، او هو كان مولود ب عوامل تخليه يبقى طيب. الباثوجينيسيس مهم جدا برضو. تعالوا نشوف الرسمه دي كده بتقول لنا ايه. اهم حاجه في البرونكيكتسيس انفكشن وobstruction. اهم كلمتين obstruction وinfection. خلاص دي مهمه جدا. بصوا يا اولاد الرئه عامله ازاي. طبعا البرونكيتسز بتبقى اكتر بايلاترال، ودي نقطه مميزه جدا فيها ناخدها في البروس. البرونكيتسز ما بتحصلش في لنج واحده، يعني عاده بتحصل في الرايت والليفت. بصوا مالتيبل سيست، دي مش سيست بقى، دي دايليتد برونكاي، والمفروض ان يبقى فيها ايه يا اولاد؟ صديد. شوفوا اللنج متدمره خالص. مرض طبعا من الامراض يعني اللي بتدمر الرئه وتعمل كرونيك ديستراكشن زي ما قلنا دايليتيشن. تعالوا نشوف الباثوجينيسيس بيحصل ازاي. ما ننساش دايليتيشن اند سبرتيف انفلاميشن. نمرة واحد الانفكشن. ما احنا قلنا انفكشن واوبستراكشن. الانفكشن. الانفكشن يعمل ايه؟ مش انفكشن لوحده. انفكشن with inability to clear secretion. ما احنا قلنا السيليا فيها مشكلة، في عندك اوبستراكشن أصلا. يبقى مش بس انفكشن، ده الانفكشن والسبيوتم اللي فيه البكتيريا واللي فيه المرض مش عارف يطلع. فهيعمل لي ايه يا ولاد؟ هيعمل لي destruction لللونج تيشو وفايبروسيس. يبقى الانفكشن مع انك مش عارف تطلع السكريشن هيعمل ديستراكشن اوف فايبروسس. النقطه الثانيه حصل ايه؟ انفكشن حصل في واحده وانتهت بفايبروسس.
طب تعالى مثلا على برونكاي جنبيها يحصل ايه يا ولاد؟ اوبستراكشن. الاوبستراكشن ها الالفيولاي اللي تحت الاوبستراكشن يحصل فيها ايه؟ كولابس. مظبوط. الكولابس ده فضى مكان، في مكان كان اوكيوبايد بحاجه ما بقاش اوكيوبايد بحاجه، فيعمل لي ايه؟ نيجاتيف بريشر. خد بالك انا بتكلم على الفيولاي وبرونكاي غير اللي فيهم الانفكشن. جزء حصل فيه انفكشن وريتيند سكريشن، وجزء جنبيه حصل فيه اوبستراكشن. الاوبستراكشن عمل لي كولابس للالفيولاي، مش داخل لها هواء. الكولابس الالفيولاي خلقت سبيس، مكان نيجاتيف بريشر. النيجاتيف بريشر ده ايه؟ يشد الوول بتاع البرونكاي اللي فايبروز اللي جنبيها. خلاص؟ leading to permanent dilatation. تاني هنقول الحته دي. انا متصور اللنج يا اولاد جزء من البرونكاي اهو والبرونكيول، وجزء تاني جنبيه. مش لازم تفكر ان الباثوجينيس حصل في نفس الجزء. ادي جزء اهو وادي اهو، واحده دي وواحده دي. دي حصل فيها ايه؟ اي نوع من انواع الاوبستراكشن؟ لا خلينا بقى انفلاميشن اول او انفكشن. حصل انفكشن، الانفكشن السبيوتم ما بيطلعش، عمل ديستراكشن وعمل فايبروزس في الوول. اهو ده النقطة رقم واحد، انفكشن with inability to clear secretion، ديستراكشن اند فايبروزس. طب اللي جنبها؟ اللي جنبها يا اما بتي بي يا اما بتيومر يا اما حصل اوبستراكشن. الاوبستراكشن عمل ايه يا ولاد في الالفيولاي هنا؟ كولابس. ما فيهاش هواء. كولابس عمل نيجاتيف بريشر. النيجاتيف بريشر يعمل ايه هنا؟ تراكشن. فتبص تلاقي الحته اللي فايبروزت بقت دايليتد وهكذا. ويفضل المريض يجي له انفكشن اوبستراكشن دايليتيشن، انفكشن اوبستراكشن دايليتيشن وهكذا. خلاص؟ اما يكون سبب الاوبستراكشن موجود ومش بيتعالج، اما يكون هو كونجينيتال عنده ويكنس وينتهي بيه الحال يا اولاد اللنج عامله كده زي ما هو. تحت الميكروسكوب طبعا دي برونكاي سيفيرلي دايليتد. ما يصحش انا البرونكاي تبقى كده ولا كده. دي عامله زي ما تكون سيست يا اولاد. يعني اول لما اشوف المنظر ده تحت الميكروسكوب دي عامله زي ما تكون كيس سيست. سيستيكالي دايليتد برونكاي، برونكاي ولا واحد على خمسه من المساحه دي، ده المفروض حاجه بسيطه جدا برونكاي قد كده مثلا. شوف هنا سيفيرلي دايليتد. ده غير طبعا ان الوول بتاعتها مليانه انفلاماتوري سيلز. برضه نفس الكلام هنا. البرونكاي مش بالمساحه دي، كبيره جدا جدا يا ولاد. ماركتلي دايليتد. جواها برضه انفلاماتوري سيلز ومن بره كمان في ايه؟ في انفلاماتوري سيلز. يخش العيان في نمره ثلاثه، اللارج برونكاي اكيوميوليشن اوف سكريشن مور انفكشن مور فايبروزس. بقول لك فيشس سيركل او سيركل زي اللي كانت بتدل عليها الرسمه دي. تبص تلاقي المريض دخل في سلسله انفلاميشن اوبستراكشن برونكيكتسز انفكشن انفلاميشن وهكذا. انا عندي سؤال كده ليكم، ايه الفرق بين كلمه انفلاميشن وانفكشن؟ بس فكر شويه، فكر. الانفكشن بتيجي على الاغلب كعدوى زي الفيروس او البكتيريا. ماشي. الانفلاميشن ذات نفسها ممكن يكون خلل في الوظيفه بتاعت مثلا زي اللاج او العضو نفسه، ممكن تكون برضه خلل. يعني اقول لستة من عشرة. ها يا اولاد، ايه الفرق بين انفلاميشن وانفكشن؟ على فكره لو واحد قال لي هما الاثنين بمعنى واحد هقول له 6 من 10. الانفلاميشن ريسبونس. ريسبونس الحاجه جايه من بره. ماشي. الانفكشن ده مثلا اي حاجه من بره تبقى انفكشن. فانت كده لا الانفلاميشن قول يا اكس زي بعض. 6 من 10. ها قول يا زين. كلامكم مش غلط بس يعني عايز اتاكد. ده مش حاجه من جوه انفكشن حاجه من بره. بس لا ده مش هو خليل يعني كان قرب قوي. قول يا انس.
انفلاميشن التهاب التهاب انفكشن عضوي انفكشن عضوي وبعدين صح بصوا الانفكشن دايما اجينست بكتيريا او فيروس الانفكشن انتر اكشن ما بين الاميون سيلز وبكتيريا او ايه مايكروب بكتيريا او فيروس خلاص لكن لو واحد مثلا خدنا في 3-1 اتعرض لحرق بيرن بيحصل انفلاميشن ولا لا؟ بيحصل ناموسه قرصته حطت توكسين ما حطتش فيروس ولا بكتيريا بيحصل انفلاميشن ولا لا؟ بيحصل الهيت الكولد حاجه بايتس مثلا كيميكالز مش دي كلها بتعمل الانفلاميشن فكلمه انفكشن يا اولاد بتبقى مقصوده على ان في اميون سيلز ضد مايكروب بكتيريا او فيروس كلمه انفلاميشن ممكن تقول بسبب غير المايكروب او البروسيس نفسها اللي بتحصل مع الانفكشن الفازودايلاتيشن وخروج الخلايا بره الوعاء الدموي والريدنس والهوتنس والسويلنج والاكسوديم ده كله اسمه انفلاميشن يبقى كلمه انفكشن يا اولاد مقصود بيها immunity against microbes bacteria or virus mainly other causes of inflammation بطلق عليها inflammation فاجابتكم يعني قريبه من الكلام ده بس احنا بنقولها ايه حاجه specific البروس احنا قلنا قبل كده lower lobes bilateral دي كلمه مهمه جدا البرونكيكتسيس تشمل اللور لوبس ودايما تحصل في ال both lungs. طيب البرونكاي ساعات تاخد ثلاث اشكال من الدايلاتيشن اما دايليتد من الناحيتين بتبقى عامله زي السلندر يا ولد اما دايليتد من ناحيه واحده بتبقى عامله زي الكيس اللي طالع على ناحيه واحده اللي هي لوكالايزد او سكيولر اما دايليتد بشكل متعرج فبتبقى عامله زي الباريكوز يبقى البرونكاي تاخد ثلاث اشكال بالجلوس في الدايليتيشن لو من ناحيتين بسميها سلندر لو من ناحيه واحده ساكيولر او سيستيك او لوكالايزد لو متعرجه باريكوز بسميها فاريكوز حته دايليتد حته كونستريكتد حته دايليتد حته كونستريكتد فبسميها فاريكوز البرونكاي بس ما تنساش. اللنج تيشو از ديسترويد فايبروس تيشو البلورا فيها فلورزي كلام عام يعني اتحط في المرض ده وفي الامراض كلها. برضه هتلاقي الميكروسكوب بيلعب على نفس الكلام. موافق على كلمه دايليتد؟ موافق. موافق على كلمه نيوتروفيل وباس سيلز؟ موافق لان هو سبرتيف ديزيز. البرونكيال ايبيثيليوم متعرض لبكتيريا ومتعرض لسكريشن والسيليا مصابه مفيش طرد للسكريشن فيرد عليك الايبيثيليوم بتاع الريسبيراتوري سيستم بثلاث حاجات اما يقع ويموت يبقى اسمه ألسر اما يقلب من كولامنر سيليتد الى سكويمس لانه السكويمس اقوى نوع فبسميه سكويمس ميتابليزيا اما عكس انه يقع ويموت يزيد في العدد بسميه هايبركليزيا فالابيثيليوم يا اولاد انا مش بضمن رد فعله يا اما يقع ويموت السريشن يا اما يتحول من الكولامنر سيليتد الى سكويمس سكويمس ميتابليزيا يا اما يزيد في العدد يبقى اسمه هايبركليزيا التيشو كانت مكونه من انسجه الاستيك inspiration expiration وهكذا ومطاطه زي الاورطه كده مثلا زي وزي وزي ها اتكسرت المسل الاستيك تيشو وريبليسد باي فايبروسس الفايبروسس بقى لو شديته ما يرجعش تاني زي ما قلنا هنا انت عارف لو البرونكاي دي مسل الاستيك حتى لو شديتها ترجع تاني شدها ترجع تاني لكن لو فايبروسس تراكشن ما ترجعش تفضل بيرمننت دايلاتيشن اللنج تيشو إذا كلام قديم انفلتريت ستارت انفلاماتوري سيلز كلام قديم الكومبليكيشن احنا قلنا يا اولاد كلمه كوربالمونال قبل كده ولا اول مره نقولها؟ اول مره
فور بالمونال مين السايد اللي في الهارت اللي بيبعت رايت مين السايد اللي بيبعت للرئه يا اولاد الرايت سايد اهو شوف الوول تخينه جدا يبقى اتقفل من الليفت مع ان المفروض يعني مش كده فبص حصل ايه شوف النورمال هنا وشوف هنا الرايت فينتركل بيبعت دم لفايبروز لانج هنا مجازا بقى فيها فايبروزس مش قادر يبعت مع السنين تبتدي العضله تكبر 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 لغايه تشوف الكافيتي قد ايه يعني مفيش كافيتي من كتر ما العضله سميكه جدا شوف العضله هنا قد ايه سميكه فده بسميها كور بالمونال كلمة كور بالمونال يعني ايه يا ولاد؟ رايت سايد هارت فيلير بس على شرط يكون بسبب بالمونري فايبروزس. اسم بيطلق على الرايت سايد هارت فيلير بس لما يكون السبب فايبروزس مش اي سبب. هيموبتسيس الهيموبتسيس ده تخبطوه في اي حاجه في الريسبيراتوري البلورا يحصل فيها امبايما قلناها لسه اللي هو بس نيوموثوركس يبقى اير. خد بالك مين اللي هيتجمع في البلورا؟ لو بس يبقى اسمها امبايما لو اير يبقى اسمها نيوموثوركس لو بس مع وير بايو نيوموثوركس طب ولو كده ولو كده ولو كده خالص 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 تفتح طريق منها وبين الرئه يبقى اسمها برونكو بلورا فيستولا طريق بين اللنج اللي فيها انفلاميشن وفيها سبراتيف وفيها وفيها وبين اللنج اكسس جنجرين اوف ذا لانج امبوليك برين ابسس الصديد يروح على المخ يعمل امبوليك برين ابسس دايركت سبريد للميدياستاينم والبريكارديم قلنا فوق ان في سكويمس ميتابليزيا واي ميتابليزيا اخاف تعمل لي مالجنان ترانسفورميشن انتو بروكوجينيك كارسينوما ديو تو سكويمس ميتابليزيا عندي طبعا توكسيميا سبتسيميا فايميا عندي امايلويدوزيس ايه سبب الاميلويد هنا؟ دايما حاجة غريبة، ايه يا عم اللي دخلنا في الاميلويد؟ كرونيك تيشو بريك داون. أنا عندي ها تكسير للأنسجة مستمر سنين بيحصل ديستراكشن بسبب البكتيريا ها فيحصل سكندري اميلويدوزس، الاميلويد هنا يا شباب سببه الكرونيك تيشو بريك داون. تيشو بريك داون. ناخد دقيقتين كده ريست ونبدأ بعديها في اللانج ابسس. خلاص قديش يا خلاص خلاص كمان البرونكيكتسز كانت سنجل كده؟ لا يعني السيست متكرره لان الموفوجينيسيس متكرر الانفكشن والاستراكشر لكن ده واحد بلع حاجه ولا استنشق حاجه فيها بكتيريا فعملت له كافيتي يعني شوف هنا اهي كافيتي يبقى في ديفرنس كتير ما بينهم يجتمعوا في انهم سبراتيف لكن اللنج اكسس يوجوالي سنجل يونيلاترال كمان ان هو يعني في الابر ها الدنيا كانت يوجوالي بيزل على فكره البرونكيكتسس دايما بايلاترال وبيزل يبقى لوكالايز سبراتيف نيكروزس اوف لنج ريزلتنج ان باس فيلد كافيتيز الكلينيكال كف وذ بيرلر سبيوتم هتلاقي متشابه بقى في الكلينيكال فيفر شيفرينج يعني رعشه خلاص نايت سويتس يعرق بالذات بالليل كتير
دكتور معلش يعني التايبس اتفضل يعني لا سؤال ملوش اهميه بس قول يعني الكلينيكال ديت ما الكلينيكال قراءه ليك انت بس هتفيدنا ممكن واحنا بنحل اذا كانت كيس يعني اذا كانت كيس هتفيدك كل واحد فيهم بيشتكي في ايه بالظبط لكن ما تتعبش نفسك يعني ان انت تحفظها هي جاست ريدنج ليك انت كل مرض من دول المريض بيشتكي بايه دي يا ولاد مش في المنهج ليك انتوا Thank you very much, doctor. I'm going to appreciate this. التايبس أشهر حاجة تعمل لونج أكسس الأسبريشن أو إنهاليشن. واحد هيستنشق مادة أنت بتسجل؟ ما حدش يسجل يا ولاد ها؟ ليه أنا بسجل أه؟ لو كان حد بيسجل لا معلش. أنت ما تسجلش. مش فاضي فور ما حدش يسجل يا شباب لو سمحت. مجدي وقف. اشهر سبب لللونج اكسس خلاص اسبريشن اور انهاليشن ده الكومنس خد بالك الكومنس ايه اللي يخليني استنشق خد بالك استنشق مش ابلع استنشق ماده انفكتد نمره واحد اسبريشن اوف انفكتد ماتيريال ديورينج تونسيلكتومي او عمليات الاسنان الطفل داخل يعمل عمليه اللوز احنا قلنا اللوز فيها صديد الصديد والبكتيريا بتاعته تستنشق اثناء العمليه نفس الكلام بالنسبه واحد عنده مثلا اكسس في السنان الدكتور بيعمله العمليه في سنانه في اللثه اسبيريشن اوف انفكتد ماتيريال دي نمره واحد عشان كده اثناء التحضير الجراح ساعتي ايه يطلب مضاد حيوي قبل العملية وبعد العملية بالذات العمليات اللي فيها حاجة فيها سيبسس فيها صديد يكون أحسن. نمرة اثنين نمرة اثنين aspiration of infected material خد بالك لو ال consciousness decreased واحد في كوما واحد في مدمن مخدرات الكحول يبقى مش في وعيه خلاص epilepsy anaphysia اي حاجه يا ولاد تو ديمينجد او ديكريز كونشس ممكن يحصل معاها عن طريق الخطا اسبيريشن لانفكتد ماتيريال الحاجه الثالثه الناس اللي عندها ريفلكس ساعات الجاستريك كونتنت تطلع ترتجع عن طريق الاسوفيجاس ومن الاسوفيجاس لللارنكس احنا عارفين دي اللارنكس يا ولاد فينا كلنا دي اللارنكس وراها على طول ايه الاسوفيجاس فممكن يحصل ارتجاع ويروح ايه في حالة الابسس نتيجة الارتجاع بيبقى الابسس اخطر واشد وسيمتومز اخطر لان انت دخلت بكتيريا وفي نفس الوقت دخلت ايريتانت الاسيد بالنسبة للريسبيراتوري تراكت يعتبر ايه يا ولاد؟ ايريتانت اسبريشن اوف جاستريك كونتنت از سيريس اخطرهم ليه؟ لان الجاستريك اسيديتي او الايريتيشن اضفناه الى البكتيريال افكت طيب البروس والفار بقى بينه وبيقول يخلي هنقول حالا حالا البروس اسبريشن اكسس ار كومن ان رايت كارد ليه يا ولاد؟ لو احنا رسمنا كده شوف المؤشر ده بيرسم كده ادي التراكيه مثلا يعني دي هتبقى ايه؟ الرايت الرايت دي هي ولاد نازله مور ان لاين مع التراكيه يعني التراكيه والرايت عارف الليفت تلاقيها عامله ازاي عامله انجل كده فاي اسبيريت ماتيريا بتاخد السكه دي مور ان لاين الرايت برونكس مور ان لاين مع التراكيه يعني انا لو عن طريق الخطا هستنشق حاجه طفل صغير بيلعب بحاجه وراح نازله في الريسبيرتوري تراك ادور عليها وانا مغمض في الرايت ممكن تروح ليفت لكن مين لي aspiration abscess common in right lung due to more vertical right bronchus vertical right bronchus يعني ايه more in line مع التراكيه خلاص usually single خد بالك ده مضاد تماما للبرونكيتس البرونكيتس كانت multiple cavities في البلوكاس وكانت bilateral وبيزل مايكروسكوبيكالي الاكيوت ابسس لسه جديد بقى زي ده كده ها تبص تلاقي الوول بتاعته متقطعه نكروتيك وسوفت وشريدي متقطع كده عامل زي الورق اللي متقطع اكيوت اكسس راوندد لاين باي ريجولار نيكروتيك لانج تيشو وفي باس وير لكن الكرونيك ده يبقى خلاص بقى في فايبروزس في الوول فالوول ده ناعمه
سموث فايبرز بيبقى الاكسس لو كان جديد تلاقيه نكروتيك وريجولر وفي بس وفي اير. لو كان قديم شويه تلاقي الورك بتاعته بقى سموث اكتر. البلورا من ساعه لما اخدت الريسبيراتوري يا اما اقول بليرزي يا اما اقول امبايما يا اما اقولهم هما الاثنين. يعني من الاول خالص من اول درس النهارده اللوبر نيومونيا والبرونكو نيومونيا قلتها، رحت على البرونكيتس قلتها، اللنج اكسس قلتها، دايما فيها امبايما او بليرزي. خلاص؟ طيب ده كان الانهاليشن لنج اكسس. وده ممكن يجي سؤال انهاليشن لنج اكسس في انذر لنج اكسس اللي بعد نيومونيا، ما احنا خدناها النهارده البرونكو نيومونيا تعمل اكسس اكتر. طيب في كمان البايميا، اي صديد في اي حته يبعت على اللنج اللي هي سيستيميك بايميا. في كمان اسباب اخرى نادره زي تروما، واحد ضرب سكينه في الرئه تخش بالبكتيريا بتاعتها بي بي بي. الاكتينومايكوزيس يعمل سكندري بكتيريال انفكشن ويعمل اكسس. الهايدات سيست تعمل سكندري بكتيريال انفكشن وتعمل اكسس. خد بالك الهايدات سيست دي بارازايت لكن يعمل ايه؟ سكندري بكتيريال انفكشن. الاوبستراكشن ديو تو اي حاجه من اللي قلناها المره اللي فاتت، الاوبستراكشن قلنا ليمف نود، قلنا تيوبركلوزس، قلنا تيومر، اي اوبستراكشن بيعمل فوقيه اكسس وهكذا. يبقى الاكسس ليه اسباب اخرى نوت سبيسيفيك. الكومبليكيشن يا اولاد لو تلاحظ الصفحه اللي فاتت والصفحه دي، هات لي الصفحه اللي فاتت كده اللي هي سبعه، شوف الكومبليكيشن بتاع البروكيتسس. شوف رقم اهي، هما ايه يا اولاد؟ انا حاطط خط تحت ايه؟ تحت واحد واربعه واربعه وسبعه وسبعه. ها حاطط خط طيب واحد اربعه وسبعه تمام. ها ماشي. لما تيجي تكتب الكومبليكيشن بتاع البرونكيكتسس واحد واربعه وسبعه سبيسيفيك يتكلكوا في البرونكيكتسس. عارف اثنين وثلاثه وخمسه وسته وثمانيه وتسعه هم في الاوبكسس. هم احفظ الكومبليكيشن كانها واحده بس في البرونكيكتسس ازود واحد واربعه وسبعه، في اللنج ابسس ازود واحد كرونيك لنج ابسس. يبقى اللي محطوط تحتيه خط سبيسيفيك، اللي مش مكتوب اللي مش محطوط تحتيه خط كوبي وبيست في الاثنين بس خلاص. اهي هيموكتسيس هيموكتسيس، بلورا بلورا، جنجرين مكتوبه جنب اللنج ابسس جنجرين اهي، امبوليك امبوليك، دايركت سبريد دايركت سبريد، اكيوت توسيليا وكذا وكذا ماشي، اميلويد. لما هتخشوا البطنة بقى هتدرسوا شوفوا اللنج اكسس يا ولاد، شوفوا اللنج اكسس يا ساتر، كافيتي كونتيننج ايه؟ بس عادة اللنج اكسس يا ولاد عادة اللنج اكسس بيبقى سنجل، ممكن يبقى بايلاترال وماله، بس البرونكيكتسز 99% بايلاترال بس زي ما احنا شايفين بيبقى دايما في الابر او الميدل. عارفه التانية بتبقى بيزك بيزك. طب انا عايز اسال سؤال، اسال يعني المربع الاصفر ده ليه؟ عشان عشان القلب. القلب هنا يا واد. ليه المربع الاصفر ده؟ سبلين ايه؟ صارت ايه؟ اسمعيني يا دكتور. حصل فيه تآكل. تآكل ايه؟ طب كنت تكملها طبيا. اسمعيني يا دكتور. وفي سبلين اشي مالي يعني. سبلين. مربع الاصفر ده. فراكشر اوف ذا بون. لا. يا عمو انت سمكري. لا. تبيع. لا. لا. خليل. شريف. فايبروزيس؟ لا. ايه الحته دي يا ولاد؟ رئه. لا مش ده، ابسس ابسس. شفت بس مش لونج ابسس. دي مش قيمه، ما ده القصدي عليه. حصل تجمع للباس تحت البلورا، الحته دي من الرئه ما بقتش موجوده،
المفروض في رئه هنا يا اولاد اهي. ما انا قلت تاكل في الرئه. لا يا عم ما قلتش تاكل يا جدع، انت مش تاكل طبيا ابسس تاكل بالعربي. دي يا اولاد الامباير دي حصل لا بس ساحة. استنى والنبي انس حصل ان اللنج راحت الناحيه دي كده ليه؟ في حاجه اتجمعت في الحته دي. ايه اللي اتجمعت في الحته دي؟ ناخد عينه ونشوف، لان هي في رئه غير اللي فيها الابسس، ممكن يكون حاجه ثانيه. بس انا بقول لك يعني ده مثال لتجمع حاجه في البلورا. تبص تلاقي في حته من اللنج مش موجوده معناها انه في حاجه تاكل في اللنج. برضه نفس الكلام يا ولاد تاكل في اللنج. لعلمكم ده بقى تاكل في الرئه ابسس في اللنج. تعالوا ناخد قبل الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، مرض البطنه مشهور قوي. بص الورقه مش في الرسم. كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز دي عائله يا اولاد، فاميلي من الامراض اسمها كده، كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. الانفيزيما اللي هناخدها حالا مع الكرونيك برونكايتس هناخدهم كلهم خلاص. بتعمل اير فلو ليميتيشن. الانفيزيما ما حطيناش معاه غير برونكيال ازمه. ما احنا قلنا عيان برونكيال ازمه المره اللي فاتت مش قادر يخرج الهواء، لان البرونكيال ازمه اتاكس. البرونكيا الازمه ايه يا اولاد؟ يعني لو فضل ياخد العلاج عمرها ممكن ما تجيلهوش، تقعد سنه ما تجيلهوش. لعب اكسرسايز بقى، تعود كولد، حيوان مش عارف ايه، زار حد كان رشش ويد راح ايه تجيله. لكن عيان برونكيا الازمه اتاكس. فمريض البرونكيا الازمه مش على طول عنده برونكيا الازمه، لكن مريض الانفيزيما اللي هنقوله دلوقتي او مريض البرونكايتس على طول عنده. فعشان كده حطيناهم في عيله وشلنا البرونكيا الازمه، ما بنحطش البرونكيا الازمه. يبقى الانفيزيما يا اولاد مع الكرونيك برونكايتس، الحته دي ريدنج على فكره. الحته دي ريدنج خلاص؟ اير فلو ليميتيشن بسميهم على بعضهم الانفيزيما مع الكرونيك برونكايتس سي او بي دي، من الامراض المشهوره جدا هتدرسوها في البطنه. كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. شوف هو بيقول لك اهو الازمه مش محطوطه معاك ليه؟ لانه الكرونيك برونكايتس والانفيزيما نوت امبروف وذ ميديكيشن. لكن البرونكيا الازمه ياخد له مخه يبقى جن زي الفل، ممكن يلعب ماتش كوره. فعشان كده ما حطوهمش معاك. لكن مريض الانفيزيما اللي هنقوله دلوقتي ومريض الكرونيك برونكايتس ما بيتحسنش قوي. تعالوا ناخد يا اولاد موضوع مهم جدا اسمه الانفيزيما. والحقيقه درس النهارده بيجي في حاجات كتير قوي. النيومونيا بنوعينها، اللنج ابسس، البرونكيتس، الانفيزيما تاخدها دلوقتي. الانفيزيما يعني ايه بقى يا شباب؟ من الديفينيشن خدنا البرونكيتسز والهوملي ديفينيشن في كلمتين. ها؟ كرونيك سابريت. دايلاتيشن وكرونيك ساتوريشن. طب الابسس؟ ها؟ بس بس. كافيتي فيها ايه؟ بس. فيها بس. اتفقنا؟ طيب النيومونيا انفلاميشن اوف لنج. الفيولار ها باتشي وسابرتيف بس برونكونيومونيا ديفيوز وفيبرنس بقت لوبر نيومونيا. الدخله بتاعت كل مرض هتفرق. الدخله بتاعت كل مرض احنا قلنا البرونكيا الازمه التاكس خلاص، ومينلي في الاكسبيريشن مينلي وانا بطلع الهواء. ده البرونكيا الازمه يعني كل مرض الديفينيشن بتاعه بيخليك ايه تحطه في الكاتيجوري بتاعه. امال الانفيزيما ده مريض كبير في السن كرونيك سموكر هيجيلي هقول بقى هو انلارجمنت. انت كده قربت من البرونكيتس على فكره. كان فيها بيرمننت وكان فيها انلارجمنت، بقى انلارجمنت يعني دايلاتيشن على فكره برضه. وفي اير سبيس بس شوف الاختلاف بقى. برونكيكتسز انا قلت اللارج ايه؟ اللارج برونكال صح ولا لا؟ صح. لكن هنا ديستال تو تيرمينال برونكيول. هو في حاجه ديستال للترمال برونكيول؟ اه منطقه تبادل الغازات. البرونكاي يا ولاد عامله زي الشجره، برونكاي برونكيول برونكيول، وبعدين تنتهي بحاجه اسمها ريسبيراتوري برونكيول والفيولاي. اهي المنطقه الاخيره في اللنج دي اللي هي الريسبيراتوري برونكيول والالفيولاي هي اللي بيحصل فيها الانفيزيما. فين الانفيزيما بتحصل؟ سمولست اير سبيس اخر حاجه اللي بيحصل فيها تبادل الغازات، ولا البرونكاي ولا البرونكيول.
الصف الاول ولا الصف الثاني ولا حتى التيرمينال برونكيول. ده بيقول لك ديستال. ديستال يعني ايه؟ يعني بعد التيرمينال برونكيول. هو في حاجه يا دكتور بعد التيرمينال برونكيول؟ اه في حاجتين، ريسبيراتوري برونكيول والفيولار. فاذا الانفيزيما بتاثر في اصغر جزء في الريسبيراتوري تراك، جزء تبادل الغازات اللي هو ايه يا شباب؟ الفيولاي اند ريسبيراتوري برونكيولز. معاهم ايه؟ معاهم تدمير لانسجه هذه الاجزاء. الانفيزيما ما جبتش سيره خالص، بس ولا ساتوريشن ولا ما فيهاش الكلام ده خالص، دي نمره واحد. نمره اثنين، ما جبتش سيره كافيتي معينه او حتى بايلاترال وبيزر. ده الانفيزيما دي ممكن دي ايه؟ ها؟ اللنج كلها بس على شرط ريسبيراتوري برونكيول والفيولار، مفيش فيها لوكاليزيشن، مفيش حته دايليتد. ده كل الرئه بتصاب. ايه ده يا اولاد؟ ده بروتين مهم جدا جدا في الانفيزيما اسمه الفا 1 انتي تريبسين. بروتين اسمه ايه؟ الفا 1. الفا 1 انتي تريبسين شركه ماستك. ده يا اولاد لما بينقص عند المرضى ممكن تتولد عندك نقص في الانزيم ده او البروتين ده اسمه الفا 1 انتي تريبسين. طب لو انا عندي نقص في الانزيم ده وما دخلتش ورياضي وما يجيليش المرض، لكن لازم عشان المرض يجي يا اولاد يبقى فيه مالتي فاكتورز. سموكينج مهم جدا جدا جدا، وكرونيك سموكينج مع الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي. هنقول دلوقتي اكتر على الانفيزيما. شوفوا ايه يا اولاد الرئه دي؟ فيها هواء قليل ولا هواء كتير؟ قليل كتير. اه طبعا دي هايبر انفليتد. هايبر انفليتد مليانه هواء مش عارفه اطلعه، زي البرونكيا الازمه بالظبط. بالظبط. بس البرونكيا الازمه كنت تاخد بخاخه ابقى كويس، هنا لا مفيش ملهاش حل. هنشوف هايبر انفليتد، حتى زنق القلب مش مبيناه. هايبر انفليتد. طب هنا في الميكروسكوب شوف الدوائر اتكسرت واتقطعت وبقت كبيره. شوف الانفيزيما دمرت الالفيولاي وفتحتها على بعض. فتحتها على بعض، شوف دي متدمره. دي متدمره، دي كلها كبيره، دي كبيره، دي كبيره وهكذا. ادي الانفيزيما يا اولاد. سي او بي دي مثال صريح على سيركرونيك اوبستراكتيف بالمونري. الكلينيكالي برودكتيف كاف، نفس شورت. دي مهمه جدا جدا. العيان حالته تسوء مع الوقت. وورسن ويز تايم. يعني اذا كان في اي صديد ولا مشكله ولا بتاع ممكن ياخد له اوجمنتر ولا حقن مضاد حيوي بتاع يبقى اتحسن. هنا الراجل كل شويه يسوء اكتر. الباثوجينيسيس، انا عندي انزيم مهم جدا جدا اسمه الفا 1 انتي تريبسين اللي احنا قلنا عليه ده. الفا 1 انتي تريبسين بيعمل ايه في جسمي؟ بيعمل ايه؟ بيحميني من انزيم مضر جدا اسمه الاستيز. حتى من اسمه ده بيكسر الالاستيك تيشو. مين الكويس يا ولاد؟ مين الجود انزيم؟ الفا 1 انتي تريبسين. مين الباد انزيم؟ الاستيز. في وجود الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي فكان سيادتك اطلقت الالاستيز uncontrolled وuninhibited. قلت له يلا روح على الرئه، روح على البنكرياس. ما بيعملش في الرئه بس على فكره، ده الالاستيز ده لو شغال اشتغل في كرونيك ريسبونس تو انهيل ايرتنت او بكتيريال انفكشن. انهيل ايرتنت يعني ايه؟ سجاير. انهيل ايرتنت كرونيك بكتيريال انفكشن، واحد عمال يجي له برونكايتس او نيومونيا، يبقى انت دخلت النيوتروفيل. عارف مشكله النيوتروفيل انها بتعمل ايه؟ بتعمل الالاستيز. النيوتروفيل والماكروفيج يا اولاد بيعملوا الاستيز. طيب ربنا حميني بالالفا 1 انتي تريبسين، لكن للاسف هو قليل عندي. قليل عندي. يبقى خد بالك الجود انزيم اسمه الفا 1 انتي تريبسين، باد انزيم اسمه الاستيز. مين اللي هيفرز الالاستيز؟ نيوتروفيل. مين اللي نده النيوتروفيل باستمرار سنه ورا الثانيه ورا الثالثه؟ inhaled irritant او bacterial infection اهو نيوتروفيل اند ماكروفيج. النيوتروفيل والماكروفيج. يبقى انا لما يجي لي chest infection اخد مضاد حيوي، ما افضلش ست اشهر اكح واطلع سبيوتا واقول يعني ما مش مهم، ما
انا مش سخن مثلا وبتاع وعايش حياتي، لا النيوتروفيل والماكروفيج باستمرار في الرئه مش كويسين، مش كويسين. وبعدين الانفيزيما يا اولاد ما بتحصلش في شهر واثنين، كرونيك ديزيز على مستوى سنين. In the lung which produce elastase uninhibited here. فانا شخص معرض لان عندي نقص في الالفا 1 انتيتريبسين which induce tissue destruction. طيب في السموكر يعني احنا قلنا inhaled irritant او بكتيريا. السموكر ما هو السموكر irritant. Cigarette smoking accumulation of neutrophil and macrophage around respiratory nodules induced them to release elastase. برضو السيجاريت فيها harmful oxidant برضو بتنهبت الالفا 1 الفا 2. عندي الحقيقه نوعين من الانفيزيما. خمس دقائق خلاص. سنترولوبيولر وبان اسف نشرح سنترولوبيولر وطول. انا قلت مين عندي اللي بيبقى مصاب يا اولاد في الانفيزيما؟ الفيولاي اند ريسبيراتوري برونكيول، اخر حتتين في الريسبيراتوري تري. سنترولوبيولر الافكشن في الريسبيراتوري برونكيولز. الالفيولاي هنا بتبقى نورمال في الاول. يبقى السنترولوبيولر بيحصل الافكشن في الريسبيراتوري برونكيولز. مور كومن ان ميل سموكرز in combination with chronic bronchitis and also microscopic respiratory bronchioles هي اللي فيها الافكشن dilated enlarged air space. شايفين الرسمه دي يا اولاد؟ ادي الالفيولاي مدوره اهي. طيب وكل واحده ليها وول دائريه كده، شوف هنا عمل ايه؟ فتحت على بعضها. الالاستيز كسر الوول بتاع الالفيولاي. شوف الرسمه دي معبره جدا 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 اهي. شوف هنا دي الفيولاي الثانيه الثالثه الرابعه، اقدر اعدهم هنا ولا الهواء بقت عاملين. ها شوف الراجل ده اللنج بتاعته ودي النورمال. شوف هنا كبرت جدا مليانه هواء وهواء مش عارف يخرج وزقت الديافرام لتحت. شوف الهواء هنا قد ايه واللنج قد ايه، ده عنده انفيزيما. بالميكروسكوب the wall of alveoli are thinned مضغوط عليها من الهواء الكتير. الكابيلاريز مضغوطه compressed. air spaces enlarged due to the structure of alveolar wall and diffusion of adjacent alveoli. خلاص نكمل الصفحه ليه؟ كفايه كده الصفحه دقيقتين والله، اصل هم مرتبطين ببعض. اصل البان اسنر قراءه، البان اسنر قراءه. بس هقول لك حاجه فيها صغيره، البان اسنر بيبدا الدستركشن في الالفيولار. يعني السنترولوبيولار بدا بالريسبيراتوري برونكيول، في البان اسنر بدا بالالفيولار. مش احنا قلنا ريسبيراتوري برونكيول او الفيولار؟ صح. السنترولوبيولار ريسبيراتوري برونكيول، البان اسنر اهو لارج انيشالي اوف الفيولاي. واحده بدات على فكره بعد المرض ما يبقى قوي كله بيبقى افكتد، لكن سنترولوبيولار تبدا بالريسبيراتوري برونكيول، البان اسنر تبدا بالالفيولاي. اذر تايبس اوف انفيزيما هناخدهم مهمين نبقى نقراهم المره اللي جايه عشان بس اخلص الحته اللي انا عايزها. البانسر دي اذر تايبس اوف انفيزيما ممكن تجي لك كلاسيفاي، احفظوها لغايه لما نقولها المره اللي جايه. انا عايز اقول دلوقتي الافكت اند كومبليكيشن. اولا المريض ده عنده صعوبه في التنفس، ديسنيا. ديسنيا يعني ايه يا اولاد؟ ديفيكالت ريسبيريشن. كف ويز، ويز يعني ايه؟ صفار. ايوه تقرب من صدره تلاقي زي البرونكيال ازمة بالظبط. ايه العلاقه بينه وبين البرونكيال ازمة؟ البرونكيال ازمة بخاخه يخف، الانفيزيما ما بيخفش. اتفقنا؟ ده خلاص اتكسرت. البرونكيال ازمة يا اولاد اسبازم، ده انت كسرت له الهول. بارل برميل. صدر الراجل عامل زي ايه يا اولاد؟ برميل زي الاسطوانه. ليه زي الاسطوانه؟ الرئه بتاعته كبيره مليانه هواء ضغطه من قدام ومن ورا ومن هنا نفس الكلام اهو. سيانوزس مفيش تبادل غازات، ما انت كسرتلي الالفيولار والالفيولار كابيلاري كومبريست مفيش تبادل غازات فتلاقيه مزرق. سيانوزس يعني ازرق.
شفايفه زرقاء خلاص ضوافره زرقاء pulmonary hypertension انت قافل الكابيلاري بالهواء الكتير الرايت سايد اوف ذا هارت برضه مش عارف يبعت نمره 5 الجسم ناقصه اكسجين فالجسم بيحاول يصلح فاكر ان نقص الار بي سيز هو السبب يزود الار بي سيز فيحصل ايه بولي مع ان العيب مش في الار بي سيز الار بي سيز كويسه العيب في مصدر الهواء اللي جاي من فوق هيموبتسيس ونيوموثوركس نيوموثوركس يعني ايه الهواء المثير للرئه ده يرابشر في الكوره فيعمل فيها المره الجايه يا اولاد باذن الله نخلص الريسبيراتوري ونتابعه كمان ناخد درس في الفيميل كمان يعني المره الجايه بمشيئه الله يوم الاثنين النهارده ايه النهارده السبت يوم الاثنين ان شاء الله نخلص الريسبيراتوري ونبتدي في درس في الفيميل لو نخلص